دلوقتي واقف في ركن المشاهير في نار الدنيا استاذ محمد الهادي. اهلا وسهلا. مساء الفل صاحبي. يوووو اهلا بكم في فلوج جديد ومختلف. النهارده فلوج حفله ويجز وعفرته في المناره. فيلا بينا نشوف الحوار ده. قوم حماس يا اخي. الفل عامل ايه يا باشا؟ ايه الاخبار؟ هنولعها النهارده حبيبي. الراجل ده اطول مني اخويا. كان معاه في ليجاسي كنت انا وهو تخته واحده حبيبي يا نجوميه. احلى شباب في الشباب. قوات مكافحة الضحك. يلا بينا. الو مين في المطبخ؟ ما بتدخلوش. اللي كان معايا بالحفلة امبارح. الو السلام عليكم يا عبد اللذينة. الو السلام عليكم. انت خدت خصم 50 جنيه. تاني تاني. حبيبي يا نجومية. حبيبي اديتني خصم 50 جنيه يا ما انت كريم يا رب. يا اخي حفلة ام حماس يا اخي. الواحد بقاله زمن ما حضرش حاجة. التنظيم حلو فشخ والستيج عالي والحراسات تمام. ناقص بس الجمادات. تاني مش سيما كله عنيل. انا زي عادل بارول عدي بكل عزة. كله عنية كله في النية مش تخبي. الساوند سيستم وقع بيها. زي ماي نيم نيجا. يا اخي ارحم والديك. ايه الاخبار؟
انا دلوقتي واقف في ركن المشاهير. هاي انتوا مشاهير؟ مساء الفل حبيبي. صباح الفل، منور الدنيا. هتطلع على الستيج النهارده؟ الو انا حد كده بيعمل حاجات. استاذ محمد الهادي، اهلا وسهلا، منور الدنيا. صباح الفل. ويجز طالع دلوقتي وهتخرب. ده عالم تاني جوه. يا ولاد الذين بتاع العالم اللي ورا. يا اخي ارحم والدك. بص ليك. لا ما ادوكلكش عايز منها. I'm shocked.
بس يا كريم الشياكه دي يا ايه رايك في الاوتفيت؟ يلا بينا مصرنا من تاكو جيمن جيتات. وبكده يكون الفلوج خلص. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب وتشوفوا الفيديوهات الجايه. فاشوفكم الفيديو الجاي. فحبيب